السلام عليكم. عاينا اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية رفقة والي ولاية العاصمة، إذن عاينوا مشروع تاع إعادة ترميم وتجديد فندق السفير بالعاصمة، يعني ليكس فندق أليتي، والأشغال هذه تاع الترميم تاع هذا الفندق هذا والتجديد تاعو يعني تدوم أكثر من تقريبا 8 سنوات يعني منذ أن بدأت هذه الأشغال. السؤال يبقى مطروح، يعني هل يعني من الجدوان تاع الترميم هذا هل كان بالإمكان بناء فندق جديد يعني بنفس المقاييس ونفس الحجم كان أفضل من ترميم هذا الفندق؟ تبقى السؤال مطروح. لابد تكون فيه انيتيد، دراسة مقارنة، انيتيد كومباراتيف ما بين يعني ترميم الفندق أو بناء فندق جديد، ما هي يعني الاختيار الأفضل اللي لازم يعني نقارن وناخذ بعين الاعتبار كل هذه الاعتبارات نتاع، لان المشروع هذا طال امده وفيه يعني انترساش يعني ضياع انترت من ناحيه يعني توقف عن الاشغال، توقف عن يعني الاستغلال لدم 8 سنوات، يعني مونكا غاني يعني بسبب توقف الفندق هذا عن العمل. هذه ديجا سين غروس بيرت، بالاضافه الى يعني التاخر الناجم في الاشغال عن اسباب يعني متعدده. نترك يعني الاجابه عند المختصين في هذا الميدان، ولديك انه شركه ايطاليه هي اللي راهي تقوم بالاشغال نتاع الترميم تاع الفندق، يعني سان فونديك سان اوتيل امبليماتيك، فندق عنده تاريخ. ان شاء الله يعني الاشغال هذه تاخذ مسار طبيعي، وكذلك يعتبر يعني ناخذ اعتبار يعني الشكل المعماري تاع الستيل ارديكو اللي يعني تطور منذ بدايه القرن يعني في ثلاثينات القرن الماضي. هذه كل المعطيات لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار. ان شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.